أما هذا الحديث الذي يسأل عنه، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنبي ورحمتك أرجى عندي من عملي، ثم قال عد فعاد، ثم قال عد فعاد، ثم قال قم فقد غفر الله لك. هذا الحديث ضعيف، وقد ضعفه الألباني رحمه الله، وقد أخرج هذا الحديث الحاكم، فيكون في هذا الحديث ما هو مجهول، والله أعلم.